افتتح المجلس المحلي لمدينة رأس العين بريف الحسكة عيادة خاصة لمعالجة حالات اللاشمانيا بعد اكتشافها مؤخرا بريف رأس العين الغربي. وقال الدكتور عبد الله عثمان مسؤول المكتب الطبي في رأس العين، قال إنه بعد اكتشاف العديد من حالات اللاشمانيا في رأس العين الغربي بدأ المكتب بتوثيقها، مشيرا إلى توافر العلاج وتجهيز عيادة خاصة في المركز الصحي. وأكد العثمان عدم كفاية الجرعات الموجودة، مناشدا المنظمات المعنية بتوفير عدد أكبر من الجرعات. يعمل المجلس المحلي لمدينة عفرين على إنارة الطرقات والشوارع الرئيسية في المدينة. نشر المجلس عبر حسابه على فيسبوك صورا عن أعمال إيصال الكهرباء للشوارع والطرقات بهدف تحسين الوضع المعيشي والأمني في المدينة. ويذكر أن المشروع تقوم به الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية، ويقوم المجلس بالإشراف عليه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مراسلنا من عفرين هادي تعطين. أهلا بك هادي. مساء الخير نور، مساء الخير روان والسادة المشاهدين. يعني المنطقة مرت بأحداث عديدة وأحداث دامية إذا أمكن تسميتها، كيف يمكن أن يستقبل الأهالي مثل هكذا مشاريع؟ بالبداية خلينا نقول أن وجود الكهرباء وإنارة الطرقات هو الحالة الطبيعية في حال كنا نتحدث عن مناطق ما فيها حرب. فمنطقة عفرين بشكل عام يعني خلال الفترة الأخيرة وخلال يعني 3 سنوات الأخيرة عم تشهد نمو بطيء ولكن ملحوظ من الناحية الخدمية، بحيث تم يعني تغذية المنطقة يعني منطقة عفرين بالتيار الكهربائي المتواصل من خلال الشركة السورية التركية للكهرباء الـ STE. يعني إنارة الشوارع هي جزء من الاتفاق اللي أبرمته الشركة مع المجلس المحلي لمدينة عفرين، بحيث تم إنارة يعني شارع جنديرس وشارع راجو وسط وسط المدينة طبعا، بالإضافة لشارع الفيلات اللي عم يتم العمل على صيانته لإنارته بالفترة القادمة. طبعا الأهالي بيشوفوا هذا الأمر هو أمر كثير إيجابي، لأنه إنارة الشوارع معناته أنه المحلات التجارية رح تكون مضاءة يعني من الإنارة العامة، بالإضافة إلى أنه الحركة ممكن تستمر يعني ساعات متأخرة من الليل. الفترة السابقة يعني وقت ما كانت الكهرباء عم تشتغل بشكل مستمر كانت اغلب المحلات التجاريه، هون عم نحكي بشكل اساسي، كانت تغلق يعني مع ساعات المغرب. فبالتالي مع وجود الكهرباء ومع وجود الاناره العامه فبالتاكيد هذا الامر ممكن يساهم يعني بتحسين الحاله الاقتصاديه والتجاريه. تمام صحيح. هذه هل هناك مشاريع اخرى سيقوم بها المجلس على غرار هذا المشروع ممكن يشمل غير موضوع اناره الطرقات؟ يعني الاتفاق الاساسي بين المجلس المحلي وشركه الكهرباء العامله في عفرين بنص بشكل اساسي، طبعا بغض النظر عن موضوع اناره المدينه واناره المنشات الرئيسيه، هي اناره الشوارع الرئيسيه فقط. ما في المشروع ما بيتضمن طبعا اناره الاحياء الفرعيه او غيرها. الاناره هي بتشمل الشوارع الرئيسيه بمدينه عفرين، وهي بشكل رئيسي شارع جنديرس وشارع رازو وشارع الفيرات، وهن الشوارع الرئيسيه طبعا بيتفرع منهم بقيه الاحياء. طبعا مشروع الكهرباء بشكل عام بدأ بمدينة عفرين ومدينة جنديرس أحد نواحي المنطقة، ورح يمتد لبقية نواحي منطقة عفرين، يعني جميع الـ7 نواحي، ناحية بلبل وشران وشيخ حديد وجنديرس اللي وصلتها الكهرباء مع مدينة عفرين، للوصول إلى كافة الضيع والقرى، بالتالي تغطية منطقة عفرين بشكل عام بشكل كامل يعني بالتيار الكهربائي على شكل مستمر. طبعا هذه إذا بدنا نحكي بشكل عام كيف هو وضع الحركة الاقتصادية في عفرين؟ الحركة الاقتصادية بمدينة عفرين تغيرت منذ سيطرة فصائل المعارضة والجيش التركي على المنطقة من 3 سنوات تقريبا. الحركة هي متطورة ولكن بشكل بطيء، خصوصي انه المنطقة عم تشهد بين الحين والاخر يعني فوضى امنية او تفجيرات او يعني عمليات ممكن تأثر على تطور هي الحركة الاقتصادية. ما زالت بطور يعني بحاجة لتشجيع رؤوس الاموال، بحاجة لتشجيع، بحاجة الى ارضية من الامان والاستقرار تشجعهم على الاستثمار بشكل
بشكل كبير، وخصوصا أن منطقة عفرين هي منطقة زراعية بالإضافة إلى أنها منطقة صناعية من خلال صناعة البيرين اللي بيخرج من أشجار الزيتون وصابون الغار اللي بتتميز فيه، بالإضافة إلى ورشات الخياطة اللي هي ما اشتغلت بشكل كامل وهي متميزة طبعا مدينة عفرين أو منطقة عفرين بهي الصناعة، ولكن بسبب الحالة الأمنية اللي لسه لحد الآن ما وصلت للحالة المثالية، فبالتأكيد يعني لسه عدد كبير من الورشات ما عادت للعمل. موضوع التيار الكهربائي بالتأكيد رح يساهم بتشجيع رؤوس الأموال، لأن وجود التيار الكهربائي رح يخفف بكل تأكيد من تكاليف يعني العملية التشغيلية للورشات اللي ممكن عن طريق يعني الموتورات تشتغل أو بديلات الكهرباء. صحيح. أكيد ما ننسى أيضا عفرين تشتهر بالزيت، زيت الزيتون العفرين. الشكرا كنت معنا هادي تعطين مراسلنا من عفرين، شكرا لك هادي. شكرا.